السلام عليكم ولا اهلا بكم فيديو جديد على قناه اي ماي فون كلنا شايفين تطور الذكاء الاصطناعي واللي هو اصبح اكتر قوة عن الاول زي مثلا شات جي بي تي دلوقتي بتقدر من خلاله اللي انت تحرر نصوص او اللي انت تنشئ محتوى مكتوب او تنشئ محتوى سمعي او محتوى مرئي وخصوصا لو انت منشئ محتوى الذكاء الاصطناعي بيساعدك كتير اللي انت تنشئ المحتوى بتاعك بشكل احترافي وبعد ما بتنشئ النص وتعمل انتاج للمقطع الفيديو بتاعك او المحتوى اللي انت بتقدمه بتحتاج اللي انت تعمل فويس اوفر او اللي هو التسجيل الصوتي على النص اللي انت قدرت ان انت تستخدمه من الذكاء الاصطناعي ولكن في الوقت دوت بيبقى الامر جدا ان انت تعمل تسجيل صوتي بنفسك بياخد معاك مجهود كبير وبياخد كمان معاك وقت كبير ومن خلال الفيديو بتاع النهارده هقدم لك برنامج ممتاز جدا بتقدر من خلاله ان انت تحول النص الى صوت واي صوت كمان تقدر ان انت تستنسخ الاصوات لو انت مثلا عايز الصوت دوت يبقى بصوتك انت او بصوت شخصيه مشهوره تقدر كمان ان انت تعمل النص دوت بصوت اي شخصيه مشهوره ودوت هيبقى من خلال برنامج فوكس بوكس البرنامج دوت بتقدر من خلاله بطريقه سهله جدا من خلال الذكاء الاصطناعي اللي انت تحط النص في البرنامج دوت ويقدر بعد كده البرنامج ان هو يحول لك النص دوت الى صوت وكمان يقدر ان هو يعمل استنساخ زي ما قلت او يحول لك الصوت دوت لاي صوت من المشاهير ودوت افضل برنامج لحد دلوقتي تقدر من خلاله ان انت تستخدم الذكاء الاصطناعي في تحويل النص الى صوت تعالوا مع بعض نجرب برنامج فيكس بوكس كده وازاي اللي احنا نستفيد اكتر استفادة من الذكاء الاصطناعي كل اللي عليك اللي انت هتحمل البرنامج وتثبته عندك على جهاز الكمبيوتر تحميل البرنامج مجانا وكمان تقدر ان انت تشتغل على البرنامج بشكل مجاني بعد ما تحمل البرنامج هتبدا ان انت تثبته على جهاز الكمبيوتر بعد ما بتثبت البرنامج عندك على جهاز الكمبيوتر بيفتح معاك بالشكل دوت تقدر ان انت تختار النص او اللي انت تكتب النص هنا بشكل يدوي او كمان تقدر ان انت تسترد النص لو انت عندك مثلا ملف بي تقدر انت تدوس وتختار ملف هيبدا ان هو يفتح لك الموقع بتاعك او اللي هو المكان اللي انت مخزن فيه ملف البي دي اف عندك على جهاز الكمبيوتر تختار الملف بالشكل دوت وهيبدا ان هو يعرضه لك على شكل نص بعد كده تبدا ان انت تختار الصوت من هنا تغيير الصوت هيبدا يفتح لك كده مجموعه من الاصوات تقدر ان انت تختار اي صوت من الاصوات ديت زي ما انتم شايفين مثلا مشاهير لو انت عايز تجيب حد من المشاهير او تعمل مزج كده بين الاصوات سعيد هادئ غاضب مفاجئ زي ما انتم شايفين مثلا ذكر انثى اي صوت انت حابب اللي انت تضيفه هنا او تحول بيه النص دوت الى صوت لو مثلا جبنا كده الاصوات العاديه هتلاقي عندك الاصوات ديت ومن ضمن الاصوات ديت مثلا شخصيات كرتونيه بالشكل دوت او شخصيات مشهوره هنجيبه كده المشاهير هتلاقي عندك هنا مجموعه من المشاهير تقدر ان انت تعمل استنساخ للصوت بتاعهم تقدر اللي انت تحول النص دوت الى صوت احد المشاهير انا أختار مثلا هنا اشخاص حقيقيين بعد كده هنختار مثلا اي صوت من الاصوات ديت انا هختار الصوت دوت وبعد كده بعد ما تختار الصوت هتدوس عليه دوسه DIY Today هيبدا يعرض لك الصوت بالشكل دوت تختار الصوت اللي هو المحبب ليك او اللي انت حابب اللي انت تحول بيه النص دوت انا هختار مثلا الصوت ده وبعد كده هدوس على استخدام بعد كده هتبدا ان انت تحط النص هناهوت من خلال كتابه او من خلال الملف بي دي اف زي ما قلت لك او صوره بعد كده هتدوس على تحويل بعد ما يتم تحويل الصوت تقدر ان انت تستمع للصوت بالشكل دوت لو دوسنا على تشغيل بوكس بوكس يمكنك استخدام صوتي لانشاء فيديوهات واعمال صوتيه مثيره وتحديد انذارات ونغمات مخصصه وتسجيل التهاني لكبار السن والاطفال والاصدقاء والزملاء وانشاء يوميات صوتيه وقراءة القصص زي ما سمعتوا كده معانا دوت كده تحول النص دوت إلى صوت ويبان معاك الصوت إن هو احترافي كل دوت بالذكاء الاصطناعي البرنامج هنا كمان تقدر إن أنت تديله خمس تلاف حرف أو تكتب هنا خمس تلاف حرف لجملة كبيرة يقدر إن هو يحولها لك لصوت بعد كده تقدر تختار من النهوات اللي أنت تعمل مثلا نغمة لو حابب إن أنت تعمل النغمة ضعيفة او مثلا متوسطه عاليه اللي هي نبره الصوت مثلا لو في موسيقى لو حابب ان انت تضيف موسيقى على الصوت دوت تقدر ان انت تضيف موسيقى بالشكل دوت لو جينا نضيف اي موسيقى من هنا مثلا انا هستخدم الموسيقى ديت بعد كده هندوس على تحويل هيبدا ان هو يحول لنا النص دوت بصوت وكمان الاضافه معاه موسيقى هنبدأ دلوقتي ان احنا نسمع الصوت دوت بعد ما يتم تحويله كده انتهى من تحويل النص دوت الى صوت وكمان دمج معاه الموسيقى هنبدأ ان احنا نشغل كدوت النص دوت ونستمع ليه مرحبا بك في فوكس بوكس يمكنك استخدام صوتي لانشاء فيديوهات واعمال صوتية مثيرة زي ما انتم شفتوا كدوت اتضاف مع النص دوت صوت وكمان موسيقى تقدر ان انت تنشئ محتوى بكل اريحيه ومش هتحتاج لمجهود كبير ولا هتحتاج لوقت كل اللي عليك ان انت هتحط النص هنا او الملف البي دي اف اللي انت انشاته وتبدا ان انت تعمل النص دوت تحوله الى صوت كمان تقدر من هنا تحسين الصوت او الاستنساخ الصوت لو انت حابب ان انت تعمل استنساخ للصوت دوت هتدوس هنا على موافق بعد كده تبدا ان انت تجيب الصوت اللي انت عايز تعمله استنساخ ويبدا ان هو يعمل لك استنساخ للصوت اللي انت حابه هنا النص الى كلام وتغيير الصوت لو حابب ان انت تغير الصوت زي ما قلت هتبدا تختار من هنا الشخصيات او اللي هي الاصوات اللي انت حابب تحول بيها النص دوت الى صوت وكمان البرنامج دوت بالذكاء الاصطناعي بيقدر ان هو يخلي لك الكلام الى نص يعني انت لو ما عندك ملف صوتي حابب ان انت تخرج النص بتاعه دوت وتكتبه مثلا كده في وصف الفيديو تقدر ان انت تضيف هنا الملف الصوتي دوت وبعد كده هيحوله لك الى نص تقدر النص دوت تستغله اللي انت تحطه مثلا في وصف الفيديو تحطه مثلا في الترجمه بتاعه الفيديو تقدر ان انت تعمل بيه اكتر من حاجه وتفيدك في المحتوى بتاعك اللي انت بتقدمه برنامج ممتاز جدا وبيشتغل بالذكاء الاصطناعي وبيستغل الذكاء الاصطناعي بشكل جيد جدا اتمنى ان انت تكون استفدت من الفيديو عجبك وما تنساش ان انت تدعمنا بلايك وتشترك في القناه شكرا ليكم اشوفكم الفيديو الجاي